جماعة ديمو ريزيدنت ايفل نزل. قاعد لحالي ومستمتع بالوقت وانا اتابع يوتيوبر يعني المفضل كوري كينجي، وفجأة اشوف ان ديمو ريزيدنت ايفل 8 نزل. اوكي يا جماعة انا ادري امس نزلت مقطع وماسك الترند الاول، بس ما يهمني يا جماعة، راح انزل المقطع هذا علشان اواجه نفسي وانا ماسك الترند الاول. اوكي حملت ديمو ريزيدنت ايفل 8 يا جماعة، بالله شوف صوت الباك جراوند، شوف سبايدر مان. اي 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 نروح حق ريزيدنت ايفل. اي هلا يا جماعة، فقبل ابدا المقطع لا تنسوا زر اللايك. ليتس جو بيبي. وو هيلب مي. اوكي يا جماعة السلام عليكم. كاب كوم مان، ليتس جو مان، ليتس جو بيبي. هذا من ابوي هذا؟ امي؟ لا. السلام عليكم. في عربي؟ والله ما يعبرونه كاب كوم، مستحيل يعبرون العرب. يا اخي كاب كوم، واي نو عربي كاب كوم؟ Why? You know Capcom, I finished your game from episode 1 to the now. Man, haram haram عليكم. Okay يا جماعة let's get started. من الحين اقول لا حد يقول لي ايش قاعد تصارخ، البس سماعات، خلك البس سماعات وخلك كاب. اوكي ما ادري انا والله الانجليزية معفنة يا جماعة والله، يعني انا بالعافية بس اعرف نو يس واخذ ورد على الواحد. اوكي اوكي ليش العاب الرعب دائما في اماكن مظلمه؟ انا اتمنى مره لعبه رعب قدام الناس وفي الصباح. اوكي هاي ورقه صوتها كذا كذا بدايتكم. اوكي اطلق الباب. الباب مقفل، الباب مقفل. يا جماعه ساعدوني ساعدوني يا جماعه، حرام عليكم، ابي اكل جوعان لسه انا قاعد اكل صمونه جبن. خلاص كل خروا العب. والله هذا من جد والله كان ياكل صمونه جبن بس معفن. اوه في طريق تحت. اوكي 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 الخرشه الصدمه يا جماعه جهزوا، انا عارف حركات الرعب هذه. اوكي ما في شيء، الو ما في شيء. افتح الباب. أوكي الباب هذا مفتوح. السلام عليكم، كيف الحال؟ اول شيء قبل لا ابدا العب ابي اعرف شلون اضغط ستارت بالستيشن 5، ما اعرف شلون اضغط ستارت يا جماعه عشان اذا صارت في خرشه اعرف اوقف. قلبي ضعيف ما اتحمل انا. السلام عليكم، هل هناك احد هنا؟ لا اله الا الله، ما اللي سوى فيك كذا يا اخي؟ اوكي في اصوات هناك بس الله يستر، خلينا نشوف هنا. لا اله الا الله، والله مسكينه يا اخي، هذول حرام عليكم حتى النساء تقتلوهم كذا يا اخي، والله مزه هذه حرام تموت. هيلب مي براذر، يا مسكينه كنتي ناطره اخوكي، الله ياهو سحب عليك. جاد ديم يا جماعه، كذا كانوا يعذبون الناس في ايام الجاهليه. شوف هذا قاعد يدخلون بعيه. هذا يسمونه الكرسي اللي يشقك شق. شلون افتحه؟ اوكي لازم الاقي لي، لازم الاقي لي مفتاح. يا ساتر يا ساتر، تكفى مو شيء يا شباب. اوكي اوكي يا شباب لازم الاقي لي مفتاح، ما ادري وين الاقي المفتاح هذا بس الله يستر. شيت هذه واحده ثانيه، لا تقول لازم اسحب هذه. لا لا شباب غض البصر. يا عمي الاصوات تخوف. يا في اصوات غريبه يا جماعه، انا اكره الاصوات هذه، المشكله ما عندي خبر. هذا من وين طاح هذا؟ اوه جثث معلقه فوق. يا الهي خلينا نكسر هذه. اوكي افتحها، اتوقع يبقى يفتح الان. اوكي اوكي كفو رجال، والله ربي رجال. السلام عليكم. طيب ادوات تعذيب نفس الشيء. اوكي اتوقع هنا في شيء. اوكي المفتاح موجود هنا. حلو حلو حلو، الاصوات تخوف بس يلا الله يستر. لا تطيح تكفى، ارجوك لا تطيح. اوكي لا تطيح تكفى. شيت افتح الباب، افتح الباب بسرعه. اوكي افتح الباب بسرعه، ما بيطلع ورا. ما تفتح الباب يا غبي يا ولد. اسف يا جماعة. واو شنو هذا يا جماعة؟ يا الهي. اوكي اوكي نكمل طريقنا. يا ساتر استغفر الله واتوب اليه، هذه مشاريب ما هي بطيبة يا جماعة. بيبسي بيبسي و7 اب، بيبسي و7 اب كذا دم؟ لا يا ساتر. السلام عليكم. اعوذ بالله هذا ظل شنو؟ يا طيب يا طيب ممكن يا ساتر. هذا الشخص اللي كان هنا كان والله يا هو عذبك والله. شو الاكل هذا؟ بذمتك
ستيك سو باد. هذا ستيك، هذا ستيك لحم غير طازج ابدا. اوكي هذا كان الطريق هذا. اوه هذا الطريق حلو حلو حلو. اوه طريق جميل صراحه. يا ساتر يا ساتر، انا اكره الخرشات اللي تكون. يلا جاهز، اطلع اطلع. تجهز يا جماعه. اوه اوكي ما في شيء. شنو شو السالفة؟ اوكي هذا طريق سري شكله. اوكي هذا طريق سري. السلام عليكم. شو الدم هذا؟ انا ليه ما ابي اروح فوق، ما ابي اروح فوق بالعقل يعني، انا ليش اروح مكان فيه دم؟ مشكلة الحين الدم فرش قاعد يتساقط. هل تفكر ما افكر فيه؟ والله تدري انا دائما اخاف من المناطق هذه، كذا اطلع راسي اول شيء يجي واحد يقطع راسي. تخيل يصير الشيء هذا، والله اضحك. اوكي ما في احد، اوكي حلو ما في احد ما في احد. انا اقول اخشى طلع حمام مدري وغراب مقتول. اوكي. ما شاء الله. السلام عليكم. واو. الحين المزبلة اللي تحت في هالبيت هذا الجميل. السلام عليكم. والله اعذرونا جينا بالغلط للبيت الجميل هذا. والله دائما يا جماعة البيوت الفخمة تحمل من الأسرار ما لا يعلمها إلا الله. من يصدق أن البيت الفخم هذا فيه مقبرة تحت؟ أنا ما أعرف من الكائن اللي ورا الباب هذا، بس هل أنتوا لاحظتوا طوله؟ طوله طول سلندر مان يا رجال. يا ساتر. لا بالله إني أكيد هذا، لا تخوفوني كذا يا أخي، اصدموني بس لا تخوفوني تحطوني بجو الخوف هذا. طيب ما في طريق ثاني، ما ابي اخذ الطريق هذا، ما في طريق ثاني. لا تطلع من وراي، تكفى بشوف الباب هذا. تكفى الباب انفتح، تكفى طلبت. الله ياخذك، والله افلام الرعب، افلام الرعب دائما، العاب الرعب كذا دائما. يلا يطلع لي، ماني بخايف منك انا. والله اني خايف بس يعني. شوفوا تعلموا شيء مهم، لما تطلع اطلع الطرف كذا اول شيء. ايوه اطلع الطرف عشان يمديك تهرب. اوكي ما في احد. ادري ايوه الحين تمام. خلينا نعطي نظره من هنا. ما شاء الله، شو البيت الفخم هذا؟ ربي قصر يا رجل، ما شاء الله تبارك الرحمن. والله لو بيتك كذا يا جماعة، والله لا أسكن فيه 100 واحد، لا أسكن فيه عمامي وخوالي وكل قرابتي وجيراني، ولا خليه فاضي كذا يخوف يا رجل. أوكي ما في طريق هنا، حلو. دائما الناس الغنية كذا تحسهم بعيدين عن المجتمع والناس. أنا ما أدري شو المواضيع اللي قاعد أفتحها، بس أدروني يا جماعة من الخوف أفتح أي شيء. طيب أول شيء خلينا نشوف الباب هذا. السلام عليكم. اوكي الباب هذا ما ينفتح الا تجيب مفتاح او اتوقع مفتاح او عين مدري. لازم تجيب عين. اوكي اوكي من وين اجيب العين؟ لا تقول لي اطلع عيني وادخلها، والله بالله لا تقولونها. ما شاء الله ما شاء الله يا اخي، الدرج هذا اكبر من بيتنا، بيتنا وبيت ما شاء الله. انا اسف ضحكتي على الكلام صح؟ والله الله يرزقكم يعني، والله ما شاء الله يعني ربي يرزقكم يا اخي. ما شاء الله الباب اوكي طبيعي يكون مقفل يعني، ما راح تكون لعبه كذا سهله، بس هالمره من جد الباب هذا يسوى بيتنا كامل. ولا كل شيء مقفل، كل شيء مقفل. اوكي اوكي اصوات تخوف، وربي الاصوات تخوف، اقسم بالله الاصوات تخوف يا جماعه، اصوات تخوف يا ساتر. الدم هذا يخوف، الدم هذا. انا ليش قاعد اروح طريق الدم؟ احس يمكن يطلع حمام، يمكن يطلع غراب، يمكن يطلع. اوكي مكان مظلم، مكان مظلم. السلام عليكم. ما شاء الله يا الجو يا ساتر. طيب انا لما اطلع شلون راح اعيش بهالجو هذا؟ في شيء هنا؟ افتح. اوكي ما في شيء هنا، ارجع قفل عشان لا حد يدري اني انا جيت هنا. اوكي شنو هذا؟ هذا كاس، شو اسوي فيه؟ ها؟ اوكي اوكي هذه العين. حلو 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 حلو. اوكي يا جماعه اجل الحين لازم اروح اركب العين. طريق الرجوع دائما يكون دائما في طريق الرجوع يكون. طيب انا المشكله هذا طريقي يا جماعه. انا المشكله هذا طريقي. يا ساتر الله يستر يا رجل، يا رب يستر يا رب يا رب. ان كانت هو الصدمه راح تجي، اللقطه المرعبه راح تجي غصب عنها كذا. الديمون ريزيدنت ايفل لازم بالاخير يعطيك لقطه مره قويه يحمسك كذا انك تشتري اللعبه وانك تنجلط. بس اتمنى يا رب ان اللقطه ما تكون مره قويه. زين يلا بروح انا الباب سيده. يلا اللقطه اكيد راح تجي على الباب، اللقطه اكيد راح تجي. انا جاي بسرعه بس ما في، ممكن حتى الحق عليه قبل لا تروح. اوكي ما في احد، ما في احد، ما في احد، ما حد راح يطلع لي. بس بروح. حط يا ولد.
شو اسوي؟ لا ينفع هذا يكون ينفع. اوكي 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 حط حط يا ولد حط لا تجلطني تكفى. اوكي افتح. السلام عليكم. ما في احد وراي؟ كان والله بالغت بالخوف ترى ما في شيء. والله هذا شكله يا جماعه هو زوج الحرمه اللي قاعد نشوفها قاعد تمشي. بابنا بعد. اوكي والله جبتها. هذا باب الطلعه يا الربع. هذا باب الهروب. اوكي اوكي الصدمه ما جتني هنا. اجل راح تجيني بباب الطلعه بالباب اللي يسوى بيتي كامل. بيتي شنو؟ بيتنا وبيت اهلنا وكل شيء. يا ساتر. اوكي دام الجماعه الصدمه ما جتني وانا جاي للباب هذا اجل الصدمه راح تجيني على الباب الرئيسي. اوكي راح تطلع بوجهي. هنا نمشي بطريقه استراتيجيه يا جماعه. الطريقه الاستراتيجيه اسمها اركض وجد. اركض اركض يا ولد. لا تطلع لا يمين ولا يسار. لا تطلع ولا يمين. اركض اركض لا تطلع لا تطلع شيء لا تطلع شيء. لا تمزح تكفى مو الباب هذا. اوكي انا هي ايش قالت هي؟ قال اي واتشينج يو صح؟ اجا هي وراي بس. يلا سلم على الشهداء اللي ما اوكي طيب وين نروح الحين؟ اذا مو باب هذا باب اليمين نروح الحين سيد على الباب اليمين. اركض لا تطلع شيء لا تطلع شيء. اوكي مسكر حلو. اوكي اذا مو هذا اجل هناك اجل هناك او دام ان هذا قريب تجرب هنا بعدين. اركض شو صار؟ اخرتها كانت كذا؟ والله زين خرشه مو مره قويه الحمد لله. طيب انا اتوقع ان تكفى لا ترجعني تكفى تكفى لا ترجعني قول الباب تكفى لا ترجعني تكفى طلبتك. اوه هذا هو الباب هذا هو الباب ليتس جو دخل. السلام عليكم يا حبيبي. So we finally meet. يا ساتر يا ساتر بس كذا. Thank you for playing throughout فبلا بلا بلا بس كذا بس. والله حسبت اني راح اخاف مو يا جماعه. والله حسبت اني راح اخاف. طبعا ما عليكم هذه ما تعتبر خوف هذا ترى هذا ولا شيء هذا ردات فعل طبيعيه تطلع مني. يعطيكم العافيه مشان ان شاء الله استمتعتوا بالمقطع. ادري مقطع بسيط وحلو والله اللعبه انا مره احبها فقلت انزل عنها مقطع. امس بنزل مقطع ويوم انزل مقطع وكل يوم نفس المقطع شنو يعني؟ وانا ادري انا اللي ماسك الترند الاول بس ارجع امسك الترند الاول. الحمد لله الحمد لله دائما على دعمكم يا جماعه. الحمد لله دائما وابدا. لا تنسوا زر اللايك يا جماعه والى لقاء اخر ومقطع اخر شكله راح يكون ببجي السيزون الجديد او فورتنايت من زمان ما نزلت عنها. سلام عليكم. Man, I've been fearless. I let him feel this. You know, I spit it no cap when I killed. Allah, alhamdulillah, Allah, ما كان خوف هذا. This, I'm better hit him with the rest. Let him hear this. Where this war tour better be a field trip. Yes.